حدد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم أحمد حيدر 4 شروط لإجراء الانتخابات المبكرة، وقال إن إجراء الانتخابات مبكرة والتي طالبت بها الكتل السياسية بحاجة إلى تهيئة أجواء مناسبة والتي تتطلب استكمال قانون الانتخابات الذي جرت مناقشته باستفاضة وحسم مسألة الدوائر الانتخابية والإسراع بالاتفاق عليها في المحافظات وكيف يتم تحديدها والوضع الصحي في العراق وإمكانية القضاء على فيروس كورونا.